السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال الى ام يعني انثى الارانب وهي ام توفات. سمو نقدروا نديرو وهي خلات الصغار ديالها، او هي كانت يعني ولدتهم، ولكن احنا كنسميو هذا الدومين، هذا كنقولوا في الدومين ديالنا كنقولوا ان هاد الام غشيمه. غشيمه يعني واخا كتولد الصغار ديالها ما كترضعهمش. وكاين قضيه ثالثه ان هي ولدتهم ولكن ملي كتقلبوا لها الحلامات ديالها ما فيهاش الحليب. اسمو المعمول شنو غادي نديرو؟ لان الا بقى بحال هكاك اما ديك الصغار غتضيعوا فيهم، اما غادي تكون هي يعني صافي ما غتبقاش صالحه، لان الا مشات حتى ما بقاتش كترضع ولادها، يعني دوك الخلفات يعني اللي غادي يجيو منها ما خدامينش ما صالحينش، لان غتبقى تجربوها المره الاولى المره الثانيه صافي غادي ما غاديش تكونوا غادي تسمحوا فيها. الحل هو كالتالي، غادي تجيبوا دانون المسوس ماشي دانون الحلو، وغادي تجيبوا بيكوره بحال هادي تكونوا دقيتوا بها شي نهار ليبرا ولا ماشي مشكل، غير تغسلوها تكون معقمه مزيان وتخليوها جانبا هكا. ثم غادي ديروا نفس الكميه اللي غادي ديروا ديال دانون المسوس، ديروا معاه الحليب. الحليب شحال موعد غادي كانوا صولوني في لي كومونتير واش نديروا الحليب المعقم ولا الحليب سليم، ولا انا ما كنديرش اشهار ديال شي حليب ولا شي دانون. هانتوما راني كتشوفوا راني مضرق السميه باش ما نديرش اشهار ديال شي دانون ولا مهم دانون مسوس خالي من السكر. والحليب ما نديرش يعني تا حليب ما نقول لكم ديروا الحليب فلان، لا غادي ديروا حليب كما كان، وبشرط ما غاديش يكون من داك الحليب معقم. السيترو ديال الحليب غادي تشريوه عادي، وغادي ديروا نفس الكميه اللي غادي ديروها ديال دانون المسوس اللي خالي من السكر، ديروا معاه واحد الكميه ديال الحليب. بما يجرى ترونوهم هكا هكا، منين يجرى غادي تهزوه بهاد المحقانه هكا، ديروه بحال هكا وتهزوا واحد الكميه هكا وتبقاو ترضعوا بها. الطريقه ديال باش ترضعوا بها هاد المحقانه سهله، غير خاصكم ما تجيوش الفم ديال الارنب وتمشيو له فاص، يعني تمشيو له لانه هو الصغير كيكون باقي عاد فمه غير صغير. لاحظوا ان هاد الراس ديالها شو قداش راه كيكون شويه غليظ، هو فمه كيكون غير صغير. تسمو غادي ديروا غادي تحطوها له في الجنب ديال الفم ديالو، وغادي تبقاو تكيب واحد غير واحد النسبه هكا. نتوما كتشوفوا الجلده كتحرك هكا، تبقاو تدفعوا بيديكم هكا، وفي نفس الوقت خليو الصغير وحتى هذاك الحليب حتى هو يبقى يلحس فيه، عاد بقاو تدفعوا له بما هو يبقى يلحس في الحليب، وانتوما دفعوا له هكا بالمحقانه. وما تكرهوش ديروا واحد الفوطه تحت من الذقن ديالو باش ما يتجخلطش ملي تكونوا خدامين، ماشي ديروا واحد الخدمه مجعفنه، لا شدوا الصغير في يديكم بحال هكا بهذه الطريقه هكا بحال هكا، نقولوا هذا هو الصغير هكا وكتقلبوا بهاد الجهه هكا، وكتبقى تخدموا باليد اليمنيه، وكتبقى تحط له هادو فمو هكا، وما تحطوهالوش فاص هكا، لان غادي تحلوا له فمو اكثر من اللازم، يقدر يعني اما يتجرح اما بزاف اولا يتعقر ولا بزاف ديال الحوايج، هو كيكون عاد صغير. ولكن غادي يبان لكم منين غادي يبقى هو يرضع كيبقى يلحس في داك الشيء اللي كبيتوه له، ما حدو هو كيلحس وانتم كتعطيوه، ما حدو كيلحس وانتم كتعطيوه. شحال من مره غادي ديروها ماشي غادي تشوفوا الكميه ديال الحليب صافي غتبقاو تعطيوه تقولوا نعمروا له هاد المحقانه كامله وغادي نكبوها له، لا راه انا بتجربه فات وقع لي هاد المشكل، ما خاصش الكرش ديالو تعمر بزاف ويولي منفوخ بزاف اكثر من الحد، لان لاحظوا مني الا كنتو جربتوا الى كانت عندكم شي خلفه ولاحظتوا شحال من مره كترضع الام، كترضع تقريبا جوج مرات حتى ثلاثة، كاين اللي كترضع ثلاثة، هذيك راه أم مثالية يعني أم حنون، أما الأغلبية كترضع جوج مرات. منين تشوفوها رضعت جوج مرات كتقلبوا لها الصغار ديالها الكريشات ديالهم كتلقاهم منفوخين بواحد المقدار، يعني راها نقولوا رضعت هاد المقدار يعني سنتيم لا غير، هاد سنتيم وراه بزاف عاد، يعني بالنسبة للصغير تقدروا ديروا جوج مرات جوج وجبات حتى ثلاثة. كل صغير الكل صغير تهزو وتبقاو ترضعو منين تشوفوا الكرش ديالو بدات كتنفخ واحد شويه صافي راه سنتيم هنا راه كافي.
هاد العمليه الا مشيت تدرتوها لمده 3 ايام الاولى راه الخطر كيبدا يحي. هاد الشيء كامل الا كانت شي انثى يعني ولدت وبغيتوا تخلطوا ما بين ما بين ما بين هذوك الصغار اللي كانوا عندكم وبغيتوا تعطيوها للانثى وحده اخرى، سمو خصكم ديروا ماشي غير تجيو تبداو تخلطوا، راه هي غادي تنفرهم غادي تعيق بهم، غادي تشدوا يعني الفرو ديالها وتنشفوا به شي 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 فوطه ولا، وتشدوا ديك الفوطه وتحطوها عند هذوك الصغار باش الريحه ديال الام الاولى ما تبقاش، تكون الريحه ديال الام الثانيه. وما تكرهوش ماشي تخلطوا كل شيء في خطره، يعني مثلا هي كانت هاد الانثى هذه تكون عندها مثلا واحد 8 ولا حنا نقولوا ما بين 6 حتى 8 وانتم عاوتاني باغيين تحطوا 8 اخرين، سمو غادي تولي 16، وهي الحلمات ديالها غتكون عندها الا كثرت غتكون عندها 8 حتى 10، تما غتوليو عاوتاني كتضيعوا هذوك الصغار الاولين الثانيين اللي تزادوا. حاولوا كل خطره نقصوا واحد جوج من هذوك من الاولاد الاصليين والصغار الاصليين عفوا، وتدخلوا واحد اخرين وديروا التوازن، يعني مثلا ثلاثه الوجبات في النهار، اللي يرضع مثلا في الصباح صافي ما يرضعش في الوجبه ديال 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 الظهيره، واللي يرضع في الوجبه ديال الظهيره صافي عاوتاني العشاء، المهم يكون عنده جوج وجبات تقريبا. المهم هذه هي الطريقه، الا ما كانش عندكم شي انثى وحده اخرى اللي غادي تشدوا من 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 انثى لانثى وتبقاو تعطيو باش ترضع، ماشي صافي ما عندكمش هذه القضيه هذه، هذا هو الحل. دانون مسوس ونسيطرو ديال الحليب عادي، ماشي سليم، ماشي شي حاجه غاليه. انا ديما كنهضر مع الناس المساكين البسطاء اللي عندهم اللي باقيين عاد بادين، تقدر لا قدر الله هذه الحاله توقع الصغار ديالها ما غادي غير تضيعوا فيهم، وانتم عاد بادين غادي تتلفوا، ما كاين لا تلفه ان شاء الله لا والو، غادي ديروا هذه الطريقه هذه لمده 3 ايام، نهار الرابع غادي تحسوا بهم بدا كيكبر لهم ديك الزغب ديالهم، تما صافي بداو المرحله ديال الخطر بدات كتفوت. كملوا لهم سيمانه بهذه الطريقه بالضبط، من بعد غير تحسوا بهم في اليوم الثامن بالضبط، الثامن التاسع تحسوا بهم بداو شويه باغيين يخرجوا ولا كيتركلوا، بداو ترميو لهم التفاف. التفاف راني نبته راه في سابق هضرت عليها، هذيك غنيه بالحليب، كيبدا تحس بهم باغيني غير يخروشوا شي حاجه صافي عطيوهم التفاف. التفاف هو راه غني بالحليب، كيما كتعطيوه للام راه كتقدروا تعطيوه حتى للصغار. هذاك التفاف عطيوه لهم صافي، غير بداو يتحركوا صافي، ديك الساعه الا فاتوا نقولوا 10 ايام الاولى صافي راه مرحله الخطر مشات صافي، ديك الساعه راه يقدر يخرج يتحرك، تبقى تعطيه شويه ديال الخبز مدقوق ولا هذه. المهم المرحله الاولى هي 3 ايام الاولى، وبالضبط السيمانه الاولى كتكون خطر عليهم، يعني الا مشاو حتى ما رضعوش مزيان وما ما شبعوش ديما كتلقى شي واحد ميت في الصباح ولا لا قدر الله. نتوما عطيه وقت السيمانه ديال هاد، حيت كاين الناس اللي طرا لهم هذا المشكل. اذا الى عجبكم الفيديو شاركوا معنا، ساندونا باعجاباتكم وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد.